إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أراد الله ومن وقضى بأن أزور هذا المعرض، معرض السيرة النبوية والحضارة الإسلامية التي أقامته الرابطة في هذه المدينة النبوية، في المدينة النبوية، وزرته في هذا اليوم من أيام رمضان المبارك 1440، وكنت أقدر بأني سأقضي فيه دقائق قليلة، ولكنني لما رأيت ما يعرض فيه من أنواع السيرة التي لم تكن مجموعة في كتاب، وإنما هي مجموعة ومستوفاة في كتب كثيرة مخصوصة بالسيرة النبوية، وكذلك في كتب الحديث وفي كتب الطبقات وفي كتب التفسير، فرأيت هنا في هذا المعرض ما سرني ووضح في هذا المعرض معاني وأمور وجوانب من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، واستقصاء في أحواله عليه الصلاة والسلام وما يتعلق به، وفي سيرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة. فرأيت جهدا عظيما قام به الأستاذ الشيخ ناصر الزهراني ومن معه من الذين يقومون بأعمال متعددة لاكتمال هذا المشروع ولاكتمال هذه المعاني، فجزاهم الله خيرا. وإن هذا العمل الذي تم والذي سيستكمل هذا كله بفضل الله عز وجل وبتوفيقه وبمعونته، ثم بدعم ولاة الأمر حفظهم الله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وفقهم الله. وهذا العمل الذي صار له صدى في العالم وطالب بإقامة المعارض فيه كثير من الدول، لأنه يتضمن جوانب متعددة ومتعددة الأغراض يستفيد منها كل من يعنى بهذا الباب. فالحمد لله أن هذا المعرض الذي أقيم في المدينة النبوية أنه معرض من زاره مرة فسيزوره، من زاره مرة على عجل سيزوره مرة أخرى بإذن الله ليطلع على ما فيه. فكذلك أيضا مع المعروض هناك كتب مطبوعة ومنجزة
وهي من نوعها في هذا الباب، وفي بدايتها أيضا سيتلوها كتب يستفيد منها المسلمون، وكذلك تعرف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا العطاء الذي يتجدد في هذه البلاد المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يجعل هذا الشهر خيرا وبركة على ولاة أمرنا وعلينا وعلى المسلمين، وأن يوفق كل من ساهم في هذا المشروع. وساعد الأستاذ ناصر الزهراني في أي مجال في هذا، ويساعده كذلك ويكون معه في هذا الباب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل ويعظم الثواب للذين بذلوا وأعطوا بسخاء لدعم هذا المشروع، والذين لا يزالون يبذلون في رفعة مستوى هذا العطاء وهذا المشروع. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.